مرحبا أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا بالعربي الفصيح اسأل خبير. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. بنهنئكم من قناة كنار تي في صوت العرب من كندا، وحابين نقول لكم دائما انه هذا الشهر الفضيل هو شهر مغفرة وطاعة ورحمة، فحاولوا انكم تساعدوا الآخرين، حاولوا انكم تساعدوا أهاليكم خاصة اللي في الدول العربية، الله يعينهم ويعين الأوضاع عندهم صعبة جدا جدا جدا، فالله يخفف عنهم ويقويهم وإن شاء الله رب العالمين نقدر كلنا نساعد. موضوع الحلقة اليوم موضوع مهم جدا لكل شخص موجود في كندا بشكل عام، وهحكي عن مقاطعة أونتاريو لأنه هذا الموضوع مقنن من قبل المقاطعات، وكل مقاطعة لها قوانين تختلف شوية عن الأخرى في كندا. موضوع التأمين على السيارة والتأمين على المنازل، هذا الموضوع حنتطرق في الأخير إن شاء الله إلى التأمين على الحياة بشكل سريع. هذا الموضوع مهم، وللأسف الأسعار تبعت التأمين كل يوم عن يوم بتزيد، وبطل الواحد يفكر بأمور الأكل والشرب قد ما يفكر كيف يدفع الفواتير ومنها فاتورة التأمين. عشان هيك اليوم مستضيفين صديق عزيز وأخ، أتشرف أنه يكون معنا على كنار تي في المستشار التأمين السيد محمد العذره. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا دكتور جمال، أهلا بيك وكل عام وأنتم بخير. أنت بالصحة والسلامة. سريعا لو تعرف الناس عن محمد العذره وطريقة شغلكم والشركة اللي بتشتغل فيها عشان الناس تعرف كيف موضوع التأمين عندك. تفضل سالم. نعم، طبعا للي ما بيعرفني زي ما تفضلت، اسمي محمد العذره ومختص في مجال التأمين بالإضافة للخدمات المالية. اسم الشركة عندنا احنا عبارة عن وسيط بروكر First Choice Insurance Brokers، وخدمات التأمين اللي بنقدمها بتتعلق طبعا بالبيوت، بالسيارات، وتأمين تجاري كذلك، وتأمين على الحياة، وتأمين ترافل انشورنس وهيلث انشورنس، يعني جميع انواع التأمينات، بالإضافة الى بعض الخدمات المالية اللي هي عبارة عن استثمارات بتتعلق بالريجسترد اكاونت زي ال RRSP تبع التقاعد او ال RESP اللي هو ال Registered Education Saving Plans تبعت الأطفال، في شغلات ثانية بنسميها احنا Annuities اللي هي معاشات تقاعد عن شركة عن طريق شركات الاستثمار، بالإضافة للتأمين على الحياة. هذا بشكل مختصر يعني مجال عملنا. بيرفكت. بس في سؤال مهم جدا، انت حكيت بروكر، انتوا بروكري، شو الفرق بين بروكر ومش بروكر يعني؟ لا اوكي، طبعا عندك الانشورنس اندستري نفسها بتنقسم لقسمين، فيها دايركت رايترز وفيها اندايركت رايترز. الاندايركت رايترز على سبيل المثال زي شركه انتاكت او شركه واوانيسا او ترافلرز او افيفا، اذا تواصلت معهم بيحكوا لك احكي مع بروكر، التعامل بيتم عن طريقه. فالبروكر عادة عنده اكسس لعدة شركات في يتعامل معها، في حين الدايركت رايترز مثل اول ستيت، ديجاردين، ستيت فارم، تي دي، هذول بسموهم دايركت رايتر وعندهم انشورنس ايجنت. فالانشورنس ايجنت بيكون بيعمل بس لهاي الشركة وما عنده اكسس لأي شركات أخرى داخل الاندستري. هذا الفرق بين البروكر والايجنت بالتامين. يعني يوجوالي انتم بتطلعوا على عده شركات مع بعض مش شركه واحده؟ نعم، على عده شركات، وكل بروكر عنده عقود مع شركات مختلفه. مثلا بتلاقي بروكر عنده عقود مع شركه اكس واي زد، بروكر اخر بيكون مثلا مع اي بي سي، يس اي بي سي مثلا على سبيل المثال. واضح واضح. اذا يعني انا اتوقع انه بروكر بكون اكثر لانه بكون انفتاحك على شركات تامين اكثر، وبالتالي اسعار بتكون اكثر تنافس الى حد ما، يعني مش بالضروره. اوكي، اونستي مهمه جدا، تعطيك العافيه. لا مش بالضروره، مرات بتلاقي انه الدايركت رايتر اعطى سعر افضل ضمن بوستال كود معين، لانه حطرق له بعدين البوستال كود، لانه البوستال كود عامل مهم في سعر التامين والمنطقه اللي انت ساكن فيها. ممتاز. بس طبعا انه لما يكون بروكر على اي حال بيكون اكسس لشركات اكثر، اتس ا بيجر ماركت، فاحتماليه انك يحصل سعر افضل اعلى. بيرفكت. سؤال سريع، لما يجيك واحد بده تامين، انت كبروكر هل تاخذ منه فلوس ولا انت ما بتاخذ مثل المبلغ؟ لا، احنا ما بناخذ فلوس من الكلاينتس، احنا في بيننا عقود مع شركات التامين، بنقدم الخدمه للعميل وبعدين الحساب بيكون بينه وبين شركه. اذا العميل ما بدفع لك شيء، ما لا، في ببعض الاحيان هذا الموضوع بتعلق بال كوميرشال انشورنس، ممكن ادفع بروكر فيز. اوكي. يعني انا قانونيا لي حق ادفع بروكر فيز لو يعني أوكي. لو انا شايف انه الوضع محتاج. طيب نبدا الان باسرار تامين السيارات، تامين السيارات يعني يعتبر من اكبر التامينات يمكن في كندا بعد بريتش كولومبيا اذا ما بشؤني المعلومه، واحنا يعني بندفع اسعار خياليه، يعني احيانا بالسنه بتدفع اكثر من سعر السياره اذا السياره قديمه شويه. فاحكي لنا عن هذا الموضوع، كيف نبدا في تامين السيارات؟ كيف نفكر في الموضوع؟ اوكي، طبعا تامين السيارات هو اغلى انواع التامين على الاطلاق، اغلى من البيوت، اغلى من الكوميرشال، اغلى من اللايف كمان. والسبب في ذلك طبعا لانه السياره على الطريق دائما، الاحتمالية انه الانسان يسوي حادث بتكون عالية جدا، غير عن البيت مثلا، البيت مكانه وانت بتتوقع دامج يمكن كل كم من سنة يمكن ما يصير اي دامج. لهذا السبب بتلاقي اسعار السيارات اغلى، يعني تأمين السيارات من اغلى الانواع. هلا ليش الاسعار هيك؟ هلا أوتاوا طبعا متعارف عليها قديما كانت اسعارها معقوله بالنسبه للتامين، يعني الناس كانت متعوده على $70 مرات $60 فول كفرج. بس الان الوضع اختلف في أوتاوا، المدينه عم تكبر، نسبه الكليمز الحوادث على الطرقات صارت عاليه جدا، زائد طبعا ارتفعت نسبه اللايبيليتي كليمز اللي بيأثر عادة على أسعار السيارات، اللايبيليتي كليمز، يعني السيارة لو راحت توتال لاس الافريج كار فاليو بتحكي على $50,000-$40,000 بس، ولكن اللايبيليتي كيسز الكيس بنعمل لها سيتلمنت بالملايين عادة، يس ممكن $1,000,000 $2 مليون $500,000، هاي هي المبالغ اللي بتأثر حقيقة على أسعار تأمين السيارات بشكل مباشر. بالإضافة لما تروح اللايبيليتي كيس على المحكمة، شركة التأمين تضطر تحط الفلوس في المحكمة وبنعمل عليها لاك، فهذا بقلل من سيولة شركات التأمين، فبتلاقي إنه رفعوا البريميوم تو كولكت مور كاش على أساس يصير في بين إيديهم ليكويديتي أعلى. هلا طبعا يعني زي ما حكينا المدينه عم تكبر، نسبه الحوادث عم ترتفع، وبالاضافه الى انه حتى بالاونه الاخيره قطع غيار السيارات وايجار اي شخص بيشتغل في مجال البادي شوب او الميكانيك كله رفع اسعاره. فبالتالي هذا كله بينعكس على رفع السعر بشركات التامين. يعني هذول انا معلش محمد دسل، يعني انا بعملش حوادث، ايش دخلني انا في الناس اللي بتعمل حوادث؟ يعني هذا السؤال بيسأل دائما، ما زي ما بيحكوا التامين از ريسك ديستريبيوشن، سو فبالتالي يعني اذا الشخص هلا عمل حادث بيرتفع عليه الريت. احنا بنحكي اوكي مجموعه من الناس ضمن بوستال كود معين، هون بتيجي اهميه البوستال كود. انت ممكن تشوف شركه اكس عندها مثلا كليمز عاليه ضمن هذا البوستال كود، فبترفع على كل الاشخاص اللي ضمن هذا البوستال كود، يعني ما فيهم مثلا شخص مش عامل حوادث، بس شخص عامل بس الشخص اللي عامل حوادث يرفعوا له اياها من $100 ل $300 مره واحده، انه ممكن يرفعوها مثلا ل 200، والشخص الثاني اللي عنده جود ريكورد يسووا له اياها $110 أو $115 دولار، يعني ما فيهم يحملوها كلها على الشخص المتسبب بالضرر، لانه في له يعني حتى الحوادث الشخص يعني مع عدد حوادث معين كومبينيشن من الاكسيدنتس والتيكتس، اذروايز بيطلع على الهاي ريسك ماركت يعني، عرفت علي؟ ما طيب. هل في فرق لما اشتري انا سياره بنفس السعر، مثلا انا شريت سياره مستخدمه $10,000 نوعها مثلا نحكي هوندا سيفيك، وواحده ثانيه ب $10,000 بس نوعها تويوتا راف مثلا، أوكي. هل في فرق في التامين في نوع السياره؟ طبعا في فرق. بالمناسبه الهوندا سيفيك من اغلى السيارات بالتامين لانه نسبه السرقه تبعت الهوندا سيفيك عاليه جدا، ف وزائد قطع غيارها اغلى مثلا من التويوتا. التويوتا تامينها اقل لانه ما في عليها سرقه، قطع غيار تكلفتها اقل عن شركه التامين، فنوع السياره نعم بيلعب دور بتكلفه التامين اخر الشهر. سعر السياره هل بيختلف؟ مش كثير سعر السيارة مش كثير بيأثر، يعني احنا نحكي على سعر السيارة، نحكي على سيارات لما تبلش من 85,000 وفوق، يس ممكن السعر يبلش يلعب دور. ليز أو شراء تختلف؟ لا، ليز شراء فاينانس ما له علاقة. اللي شغلة الليس والفاينانس، الليسنج كمباني أو الفاينانس كمباني بينحط اسمها على البوليصة، لأنه إذا في حالة حصول توتال لاس للسيارة بيتم الدفع لهم اولا. اوكي. بس لهذا السبب بنحط اسمهم وما بتاثر على السعر يعني. بالنسبه للسيارات جديده وقديمه، هل في فرق في الاسعار؟ يعني انا شريت سياره جديده وانا ريكوردي كويس، او سياره مستخدمه 5 سنين 7 سنين. مش كثير، لا لا. طيب. لا، الفرق بين الون واي والتو وايز. اوكي. هلا التأمين على السيارة بينقسم لثلاث أقسام. أبسط أنواع التأمين اللي هو خلينا نحكي to legalize السيارة على الطريق، اللي هو بيسموه TPL Third Party Liability. هذا أبسط أنواع التأمين. هذا يعني إذا صار حادث وأنت اللي مسؤول، بتم التصليح للطرف المتضرر وأنت بتصلح سيارتك على حسابك. ما في تعويض للسرقة أو الفانداليزم أو أي شيء من هذا القبيل. ثاني نوع من أنواع الكفرج التي بي ال، وبينضاف عليه كومبريهنسيف اللي هو بيشمل الثفت والفاير والفانداليزم، يعني أي شيء ممكن يصير للسيارة وايل اتس باركت، عرفت علي؟ سو هذا بينضاف، هذا يعتبر وان واي بلس ثفت اند فاير. الفول كفرج اللي هو التي بي ال comprehensive زائد collision. الكوليجن طبعا بيغطيك إذا أنت عملت حادث وكنت أنت المسؤول عن الحادث، بيصلحوا سيارتك على حساب التأمين. هذول هم الثلاث أنواع. طبعا اللايابيليتي بتشكل عادة حسب الشركة من 60 إلى 70% من قيمة البوليصة. عشان هيك حكيت في بداية حديثي إنه اللايبيليتي هم اللي عن جد بيلعبوا برفع سعر البريميوم، اللي هو هذا 1 مليون 2 مليون، اللي هو اللايبيليتي اللي بتتعلق بالباديلي انجري والبروبرتي دامج. الباديلي انجري يعني إذا تسببت بأضرار جسدية لشخص كان مثلا بيقطع بالشارع على سبيل المثال، أو اصطدمت بسيارة واللي جوا صار عنده ارتجاج في الدماغ، تكسر، يعني شيء من هذا القبيل. أو مرات بنشوف إحنا السيارة دخلت في محل تجاري أو في بيت، هذا البروبرتي دامج. هذا الكفرج بيكون تحت اللايبيليتي. واضح واضح. يس. طيب في شغلة حكيت لي عنها قبل ما نطلع لايف، اللي هو موضوع الباردن، هاي السماح في أول حاجة. نعم. اشرح لنا اياها لانه اتوقع انها مهمه جدا جدا جدا. يس طبعا. هنا في ضمن بوليصه التامين في عندك شيء اسمه الناس يعني بيسموه اكسيدنت ويفر، اكسيدنت فورجيفنس، او درايفنج ريكورد بروتكتور، الى مسميات مختلفه، بس هو المقصود فيه انه اول حادث بتعمله وانت اللي مسؤول عنه ما بنحسب عليك. طبعا هذا لتكواليفاي لهاي الاندورسمنت وتنحط على البوليصه، بحاجه يكون عندك انت كسائق او كسائقه 6 سنوات خبره تامين، مش درايفر لايسنس، تامين بدون حوادث. لانه هنا الفول سكيل بأونتاريو مبني على 6 ستار، وال6 ستار كل ستار تعني سنه خبره. سو لما توصل ل6 ستار بيطلع لك الاكسيدنت ويفر. هلا دائما انا بنصحه بشده اي شخص بيطلع له اكسيدنت ويفر ياخده، لانه اذا عملت حادث وانت اللي مسؤول عنه والغلط عليك، لما وما عندك اكسيدنت ويفر، لما تتجدد البوليصه بتم تجديدها، انت بتخسر كل ستارز وبترجع ل1 ستار، بتم التعامل معك على اساس انه عندك سنه واحده خبره فقط. سو فانت تخيل نزلت من 6 ستار، من 6 سنوات خبره الى سنه واحده خبره. بس لو في عندك اكسيدنت ويفر، الاكسيدنت ويفر بيحميك وبيخلي ينعمل الريتنج على 6 ستار، بس بشرط انك تضل مع نفس الشركه، لانه لو نقلت على شركه اخرى تخسر الاكسيدنت ويفر وبتم التعامل معك من غير اكسيدنت ويفر. وعاده قديش بيكون البرايس ديفرنس؟ يعني شوف انت تخيل مثلا الناس السائقين الجدد يعني بتم تامينهم على 0 ستار وبيكونوا بال$250، ف يعني انت واحد يعني مثلا عنده 20 او 25 سنه خبره في البلد وبدفع له مثلا $100، فجاه راح ينزل حيروح ل 200 اتليست $200، يعني الدبل عن اللي كان بيدفعه من وراء هذا الحادث والحادث بظل على الريكورد 6 سنوات. بمعنى انه كل سنه بتمر عليك يو جين ستار باك، يعني انت انعمل لك ريتنج على 1 ستار، بعدين مرت سنه بتصير 2 ستارز من غير حوادث، بعدين كمان سنه 3 ستار، بعد ال4 ستار ببلش الريت يتحسن. واضح. مهم جدا الاكسيدنت. لي صديق عايش في اوتاوا، كان ساكن في منطقه مانيتيك وشرى بيت في بار هيفن. الانشورنس طار عنده لانه نقل من منطقه لمنطقه، شو السبب؟ اوكي، زي ما حكينا مره ثانيه، اعطيك على سبيل المثال. اوكي انا حكيت انه البوستال كود عامل مهم بالسعر، خلينا ناخذ مثلا شركه اكس وشركه واي. شركه اكس عندها مثلا في ضمن هذا البوستال كود اللي هو صديقك معهم، عندهم الكليم عالي، فلما نقل اوكي الريت تبعه حيكون عالي. مثلا لو راح على الشركه، لو بحث ممكن نشوف شركه واي اسعارها معتدله ضمن هذا البوستال كود، فحيحصل سعر ارخص، لانه بس سبب فارق الكليم ريت لكل شركه، لا اكثر ولا اقل. وفي شركات بطبيعه الحال اسعارها اصلا مرتفعه، يعني. طيب الان احنا طبعا بنشوف فرق كبير بين مقاطعه ومقاطعه، وخاصه احنا جيراننا، يعني احنا في مدينه اوتاوا يمكن اكثر ناس بنقارن فيهم اللي في جاتينو اللي جنبنا. صحيح. هل بتتوقع انه راح يصير في تغير من قبل الحكومه القادمه؟ احنا عندنا انتخابات شهر 6، وهذا الموضوع بتبع لمقاطعه لحكومه المقاطعه، هل تتوقع راح يغيروا شويه في اسلوب التامين؟ انا لا اتوقع، لانه الحكومات غير جاده بانها تستخدم سلطتها لخفض اسعار التامين، يعني سواء كانوا الليبرال او الكونسيرفتيف. يعني انا بتذكر لما اجوا الكونسيرفتيف وداغ فورد حكى راح اضغط وانزل التامين بنسبه 15%، ما شفنا شيء من هذا الحكي. بالعكس يعني شركات التامين بس ترفع سعرها بتاخذ موافقه الحكومه، يعني هم ما بيرفعوش عبثا على كيفهم، يعني حكومه المقاطعه بتوافق على رفع السعر. فلا اعتقد، انا اللي بعتقده بشكل يعني رايي الشخصي، انه اسعار التامين في تصاعد وراح تزيد خلال السنوات القادمه، وطبعا الانفليشن سبب رئيسي، وعدد الكليمز كمان في الاونه الاخيره ارتفع، واذا بنلاحظ كمان حتى اسعار ريت او البريميوم تبع البيوت ارتفع بالاونه الاخيره من شركات التامين، عمل يعني جمب عالي جدا، والسبب في ذلك ارتفاع اسعار البيوت، ارتفاع البيلدينج ماتيريال، ارتفاع اسعار الكونتراكتر نفسهم، فيعني الدامج ريبير تكلفته على شركه التامين صارت اعلى، فبالتالي ما يعني لا اتوقع نهائيا هبوط في اسعار التامين. طيب ننتقل شوي على البيوت لانه بتاثر برضه على موضوع السياره، حنحكي في النهايه. اخر سؤال، احكي لنا شوي عن تامينات البيوت. يس، تامينات البيوت طبعا في ناس كثير ما بتعرف انه يعني مثلا انت بتحكي انت وجارك نفس البيت نفس التكلفه، مثلا انت بتدفع 100 وجارك بدفع 60 وانتم مع نفس الشركه. اللي ما بيعرفوه الناس انه الكريدت سكور مهم جدا في بريميوم البيت، كل ما كان الكريدت سكور تبعك اعلى كل ما حصلت سعر تامين افضل للبيت. هذا بس في البيوت مش بالسيارات. بس في البيوت الكريدت سكور بيلعب دور اساسي. الشغله الثانيه دائما انا بنصح انه تكومباين البوليسيز تبعت السياره والبيت، سواء انا حتى لو ما كنت مالك للبيت لو كنت مستاجر، التننت انشورنس، لانه الخصم بيوصل ل 25%. في اغلب الاحيان تامين البيت والسياره مجموعين مع بعض ارخص من تامين السياره لحالها، خاصه في حاله التننت. مرات يعني بتكون نفسها ومرات اغلب الاحيان اقل if you combine both. فدائما بنصح انه always combine your policies واذا combine them مع نفس الشركه. وفي شغله ثانيه بدي بس احكيها لاخواننا القادمين الجدد على كندا، بيجي مثلا بحكي لك انه انا معي خبره 15 سنه وحسبوا لي اياها، هاي الخبره متعلقه بالدرايفر لايسنس واللي حسبتها وزاره المواصلات، شركه التامين مش مجبوره تعترف فيها، شركه التامين بتعتمد على الانشورنس هيستوري اللي هو مجهول بالنسبه لها، والانشورنس هيستوري الوحيد اللي ممكن يعتمدوه تبع الولايات المتحده الامريكيه فقط لا غير. طبعا اللي بده يتواصل مع محمد انا حخلي المعلومات على الشاشه. محمد العذره هو انشورنس وفاينانشال سيرفيس ايجنت، بيشتغل مع فيرست تشويس انك. هذا ايميله mohammad@firstchoiceinc.ca. نعم، وتليفونه 613-890-2576. حخلي التليفون عشان تكتبوه وتكونوا على راحتكم. طيب استاذ محمد، الان في سؤال مهم جدا. نعم، في موضوع المنازل. في الاونه الاخيره خاصه في مدينه اوتاوا صار في مشاكل في الفلودينج، منازل كثيره صار عند يدخل الميه من الخارج. بعض الشركات بتقول لك انا اي انشور الميه اللي داخله من البيت اللي طالعه من البيت، مش اللي جاي من برا، مش اللي جاي من المطر والشتاء. نعم، اشرح لنا شو الفرق وليش لازم، شو نسوي احنا؟ اوكي، شركات التامين طبعا الكفرج اللي بيقدموه للميه بيختلف من شركه لشركه، واغلب الكليمز داخل كندا بسبب الميه على البيوت. التامين على الميه بينقسم لثلاث اقسام، ويعني الكلاينت لازم يسال البروكر اذا هذول مغطيين ولا لا. الاقسام الثلاث اقسام كالتالي، اللي بنسويه سور باك اب اند واتر دامج. السور باك اب اللي هو الصرف الصحي مرات بيرجع بشكل عكسي على البيت، اند واتر دامج هذول مشمولين تحت نفس الكفرج. هذا بيتعلق بالسور باك اب، والواتر دامج من داخل البيت، يعني اذا صار في بايب ايرابتس او الى اخره. النوع الثاني بنسميه اوفرلاند واتر دامج كفرج. الاوفرلاند واتر اللي هي يعني من اسمه واضح اوفرلاند، لما المي تكون على سطح الارض وتدخل على البيت. ممكن المي تتجمع بسبب الامطار، مرات لما يخلص الشتاء سرعه امتصاص الارض للمي يعني ما يعني بتتشبع، فبتضل وبتدخل عن طريق الشبابيك البيسمنت او الباب الامامي. هذا اسمه اوفرلاند واتر كفرج. وفي عندنا الجراوند واتر كفرج. الجراوند واتر كفرج لما المي تدخل من الجراوند، خاصه من حيطان البيسمنت او من الارضيه. سو هلا اذا انت اشتريت بوليصه فيها سور باك اب اند واتر دامج ودخل عليك مي من برا ما حيصلح لك، لانه اوريدي بوليصتك ما فيها اوفرلاند واتر كفرج. او اذا دخلت مي من البيسمنت ما عندك جراوند واتر كفرج ما حيصلح لك. هلا مش كل الشركات، في بعض الشركات مثلا ما بتعطي، بحكي لك احنا وي دو نوت سيل، ما ببيعوا جراوند واتر كفرج او اوفرلاند او بس احنا بنعطي بس واتر دامج، ممكن بحكي لك بنعطي واتر دامج يكون ليميتد ب $30,000 وديدكتبل $5,000. هاي فهاي الامور يعني التكنيكال البسيطه لازم الكلاينت ينتبه لها قبل ما ينتبه للسعر. يعني عرفت علي انه انا حصلت سعر ب $70 وجاري 120، بس يمكن انت لا عندك لا اوفرلاند ولا جرا، يعني الكفرج بيكون كثير ليميتد، ولذلك بيكون بالاضافه الناتشرال ديزاسترز مش مغطيات بشركات التامين. يعني اذا صار في ناتشرال ديزاستر شركات التامين ما بتغطي، زي ما صار عندنا بأوتاوا بال 2018 اذا بتتذكر. صحيح، اللي صلح الحكومه اوكي مش شركات التامين، لانه اجين الكوارث الطبيعيه ما بغطوها شركات الحكومه، مشاويرها طويله يعني. منيح انه يعني ساعدوا الناس والناس تبهدلت حقيقه. هلا في فلاد كفرج مرات لحاله بكون فلاد، بكون موجود عند بعض الشركات مرات يعني. صحيح، بيعتمد. موضوع الديدكتبل بالمنازل وبالسيارات بفرق كبير كثير، اللي هو لو تشرح لنا شو الديدكتبل للناس اللي ما بتعرف. الديدكتبل اللي هو المبلغ اللي مسؤول عنه لكلاينت في حال حصول كليم، وبالعربي ما اعتقد بسموه قوه التحمل. فاذا صار عندنا كليم ب $10,000 لنفترض، والديدكتبل $1,000، فشركه التامين حتدفع 9,000 وانت مسؤول عن 1000. لو صار الكليم ب $1,000 والديدكتبل 1000، حتدفعها انت كزبون كامله وحتتسجل عليك كليم. فاذا انت مش مستاهل تروح على التامين حتى لو زياده $500، بدل ما تحط حالك كليم بتدفعهم، لانه ما في داعي. لانه حتى البيوت اذا بدك تعمل 2 كليمز خلال 5 سنوات وبتسجلوا بالريكورد تبعك، تطلع على الهاي ريسك ماركت، ما بتضل بالريجولار ماركت تبع البيوت. البيوت 5 سنوات. 5 سنوات. يس 2 كليمز within 5 years. يس. طيب بدنا منك برضه سريعا تحكي لنا عن موضوع اللايف انشورنس، لانه انت متخصص في هذا الموضوع. نعم. ليش بتنصح الناس فيه وكيف بتعطيه للناس تبعه؟ نعم، انا حقيقه انصح باللايف انشورنس لاي شخص بيعيش بكندا، حتى لو كان المبلغ بسيط، يعني $200,000 او $250,000، لانه $250,000 هالايام يعني ما عادوا يسووا شيء. السبب في ذلك انه يعني طبيعه الحياه بكندا هون عندنا احنا التزامات مخيفه جدا اخر الشهر، وفواتير ما بين مورجج، ايجار، سيارات الى اخره. واذا الشخص المعيل لهاي الاسره يعني ممكن يصير اي شيء، يعني unexpected event بصيره. يعني على سبيل المثال زي يعني الوفاه، الاصابه بمرض زي سكته قلبيه، سرطان لا قدر الله، او ممكن الواحد يعني تنكسر ايده، اجره، والالتزامات الشهريه شو بده يسوي فيها اخر الشهر؟ عرفت علي؟ فلما يكون في نعم الفواتير كثيره بالضبط، يعني الاسره راح تتبهدل يعني. وانا متاكد كل انسان شاف كيسز لما يصير في شيء بالمعيل الاساسي للاسره، يصير في شيء لا قدر الله، الاسره من بعده بتتبهدل، خصوصا في حاله الوفاه. فلو الواحد جاب له بوليصه مثلا ب$500,000 مثلا، في امن على المورجج اللي هو ابسط انواع اللايف انشورنس. يعني باللايف انشورنس في درجات بالتامين زي ما حكينا بالسيارات، ثيرد بارتي وكومبريهنسيف والى اخره. ابسط يعني اتس ديكريسينج تيرم بسموه، وغير مكلف يعني. عرفت علي؟ طبعا التامين الحياه بيعتمد على الصحه، مدخن غير مدخن، اذا في امراض والى اخره، بس بشكل عام غير مكلف. لو اشترى الواحد $500,000 وصار حاله وفاه لا قدر الله، $500,000 تستلمهم الزوجه او الزوج وبضلوا في البيت، يعني ذاتس ذا ليست، وبيلتزموا بالفواتير الثانيه. لانه هنا بكندا يعني البهدله يعني قائمه حقيقه اذا راح المعيل الاساسي للاسره. فيعني من هنا بنبع اهميه اللايف انشورنس. واللايف انشورنس يعني يطول الحديث فيها، لانه فيها باي برودكتس، منتجات كثيره جدا. يعني هي يعني زي ما حكيت لك في الديكريسينج تيرم، في الترم، في البارتيسيبيتنج لايف انشورنس، في شغلات كثيره. يعني في لايف انشورنس بوليسيز انت يعني بيتم استثمارها وإلك حق بسحب الاموال هاي، يعني انت بتاخذ فلوس منها. سو فموضوعها يعني بده حلقات اللايف انشورنس لنخوض فيه. بس بشكل عام لو اي انسان اشترى زي ما حكيت لك يعني الموست بيسك لايف انشورنس بوليسي، على الاقل بنام وهو مرتاح. اذا صار لا قدر الله شيء بيضمن انه يعني اطفاله واسرته ما حيتبهدلوا. هذا موضوع مهم جدا اتوقع، وخاصه زي ما حكيت في كندا انه الفواتير كثيره، يعني في ناس بتدفع فواتير يمكن اكثر من راتبها صارت. صح. وهذا الموضوع يعني بيعمل ضغط كبير على العائله في حال لا سمح الله فقد عائل العائله او صار معه اصابه مثلا ادت الى فقدانه للعمل. اللي بده يعرف اكثر عن هذا الموضوع ممكن يتواصل مع محمد العذره، زي ما شايفين رقم تليفونه 613 890 2576 613-890-2576. هذا السيلولير، هذا الموبايل صحيح؟ نعم هذا الموبايل، يس هذا الدايركت لاين تبعي. يعني بتقدر تتصلوا بمحمد باي وقت، ما تتصلوش وقت الفطور خليه يفطر الزلمه. واذا ما رديت سيبوا لي مسج بس. بس اتركوا مسج، ابعتوا مسج له باي وقت برد عليك، قولوا له احنا اتصل فينا هو برد اكيد اذا ما كان مع كلاينت ثاني. ابو حميد، الجاليه لها اسعار خاصه ولا لا؟ لا طبعا انا ما ليش اسعار خاصه وانا بشتغل هذا المجال. لا شوف، اسعار التامين ما في اسعار خاصه، الاسعار الخاصه ممكن بتحصلها عند بعض الاشخاص لانه بيشتغل بشركه معينه ممكن ياخذ له 15%. في اسعار خاصه للجروب انشورنس، بس هذول الجروب انشورنس بكون مثلا عن طريق الحكومه. الشركات خاصه ممكن في البعض بيشتغل بشركات خاصه والشركه عندها تعاقد مع شركه ما انهم ياخذوا بريفيرد ريت. بس اجين بالضروره، عفوا اجين مش بالضروره تكون اسعارهم اقل، لانه ممكن الشركه اللي متعاقدين معها اسعارها غاليه من اساسه. اوكي. فحتى بعد الديسكاونت بتضل غاليه، يعني موضوع التامين الاسعار شوي شائك ومعقد. يعني مرات ما بتعرفش ليش انه يعني هاي الشركه تحط نفس الكريتيريا، انت هاي بعطيك 1000 هذاك بعطيك 2000، يعني التفاوت بينهم عالي جدا. واحيانا في شغلات بسيطه بتختلف في البوليصه برضه الواحد لازم ينتبه عليها. فمش معناه انه انا اخذت بوليصه تامين $100 بالشهر انه هي افضل من غيرها، لانه لازم تقارن زي ما بيحكوا تفاحه لتفاحه. مش نعم الناس بتقارن السعر، ما بتقارن طبيعه الكفرج والديدكتبل والشروط اللي على البوليصه. هذا اللي بصير مع اغلب الناس والماكسيموم اللي ممكن يدفعوا لك اياه و طيب استاذ محمد، اخر سؤالين. السؤال الاول، ايش نصائحك للقادم الجديد؟ احنا بنعرف القادم الجديد لكندا بيعاني الامرين في موضوع الانشورنس، ما مع هيستوري ما مع مش عارف كريدت سكور. شو نصائحك؟ النصائح كالاتي، يعني لما بده يامن سياره يحاولوا ما يجيبوا سيارات تكون يعني غاليه، سيارة اللي تمشي الحال، ليحط عليها ثيرد بارتي لايبيليتي، يعني إذا صار فيها شيء دامج أو أي شيء من هذا القبيل ما يزعل عليها. يعني الهدف أنه يكون يكسب خبرة تأمين لحديت ما يعني يزبط الريكورد أو يصير عنده هيستوري. خلينا نحكي الشغلة الثانية، في منهم ما يأمن إلا يأخذ، يعني يأمن لما يأخذ الجي أفضل من الجي 2 مباشرة، لانه الجي سعرها افضل من الجي 2. بس طبعا اجين الجي يعني ما بتاثر على السعر مباشره، يعني لانه مثلا اللي معاه جي لها 4 سنين سعره افضل من اللي معاه جي اللي لها سنه على سبيل المثال. يجيبوا خبرتهم من البلاد واللي على الدرايفر لايسنس من اي مكان جايين منه، ويعملوا فحص الجي مباشرة. يعني هاي، وبالإضافة إذا مستأجر يجيب تننت انشورنس حتى لو ما بده إياه. يا سيدي يرفع التننت انشورنس ل $5000 الديدكتبل، عشان لأنه الديدكتبل كل ما زاد بنزل السعر. ارفع إذا أنت مش بحاجة لإله، حط الديدكتبل 5000 على التننت بس. الهدف إنك يعني تستفيد من الديسكاونت اللي اللي بتعطيه التننت للاوتو. يس. سؤال مهم جدا من منى تحكي do insurance broker really help find the best deals؟ يمكن احنا جاوبنا جزء منه في البدايه. نعم هلا طبعا بهم البروكر دائما يجيب افضل سعر للزبون اللي عنده، يعني لانه يعني انا كبروكر زي ما حكيت مثلا عندي مجموعه اكس من الشركات بتعامل معهم، when I run my quote بشوف انه اقل سعر وبعرضه على الكلاينت، يمكن ما يعجبه ويروح على مكان ثاني، يروح عند بروكر ثاني، بس البروكر هذا مثلا عنده شركات مختلفه عن الشركات اللي عندي، ممكن شركاته يطلع يعني ممكن تكون في شركه افضل من الشركات اللي عندي يعني اسعارها ويعني ويعطي سعر افضل، بس انه يس لانه احنا كبروكرز بندور دائما بنبحث على اقل سعر ضمن الشركات اللي احنا متعاقدين معها دائما وابدا. واضح. في حدا بكون عنده اكسس لكل الشركات مع بعض ولا صعب ولا لا؟ لا لانه عدد شركات التامين كثير كبير، ف يعني لا ما حدا عنده اكسس لكل الشركات. طيب سؤالنا الاخير، احنا طولنا عليك واحنا عارفين الدنيا رمضان، سؤالنا الاخير قبل ما اسال السؤال بدي احط مره ثانيه المعلومات تبعت الاستاذ محمد العذره، رقم التليفون موجود على الشاشه 613-890-2576. استاذ محمد، نعم، ما هي اهم الاسرار اللي ممكن تعطيها اليوم لشبابنا وشباتنا عشان يقدروا يحصلوا على تامين رخيص؟ نصائح واسرار تعطينا اياها، شو اللي لازم يسووه بشكل عام بالسيارات خاصه لانه هو اكثر شيء عليه اسئله. يعني السيارات ما فيش، الموضوع ما في اسرار، عرفت علي؟ السعر بيطلع، هلا الشركه ممكن عندها بعض الامور لو تم استخدامها يتحسن، لانه زي ما حكيت لك الاسعار تتفاوت بين شركه، ممكن شركه تعطيك انت تدخل نفس المعلومات، شركه تعطيك 1000 وشركه تعطيك 2000. اوكي هلا كيف ممكن ننزل هذا المبلغ؟ الاستخدام الوينتر تايرز بيساعد على خصم ما بين 2 الى 5% حسب الشركه لما تحط وينتر تايرز، يكون عندك وينتر تايرز. if you combine again policy، يعني اذا بتشتري تننت وبتحطها مع السياره، وزي ما حكيت يعني لو رفعت الديدكتبل اللي انت مش بحاجه له بتاخذها سعر، فبكون مرات التننت مع السياره ارخص من السياره لحالها. واو. لانه بصير هون شغله بسموها ديستريبيوشن اوف ريسك. الشغلات الثانيه مثلا ممكن يعني اذا في اكثر من شخص داخل البيت، اخوان او ما شابه او اصدقاء، لو حطوا مع نفس شركه التامين بيطلع مالتي فيكل ديسكاونتس، يعني هاي ديسكاونتس ممكن يستفيد منها الشخص لما ياخذ سعر التامين. اللايبيليتي دائما احنا بنحكي 2 مليون لانه مليون ما عاد يكفي، هلا اذا بدك تاخذ مليون يور تيكينج ا تشانس، از طبعا المليون اقل من 2 مليون لانه اللايبيليتي زي ما حكينا بتغطي البادري والبروبرتي، زائد بتغطي تكاليف المحكمه والمحامي والتعويض والى اخره. الديدكتبل يعني لما يكون 1000 تاخذ سعر احسن من 500 لانه كل ما زاد الديدكتبل كل ما قل السعر، يعني هاي الشغلات اللي ممكن الواحد يستخدمها ليحسن السعر. اذا بده سياره ايجار ممكن يشيلها، يحكي انه انا ما بدي رنتال كار، بتنشال ممكن تنزل السعر. يس. هل في مجال انه يفحص خاصه اللي بيستاجر الاماكن اللي فيها البوستال كود اغلى وارخص؟ يفحص يعني يعرف وين. شوف يعني بشكل عام عندنا بأوتاوا هون مثلا لا صعب، يعني صعب، بس مثلا عندك الساوث من اغلى المناطق بالتامين، منطقه هانت كلاب اريا، بار هيفن وكناتا وستيتسفيل تقريبا وذين ذا سيم رينج مع اورلينز. الايست تبع اوتاوا فانيه، الداون تاون غالي اذا انت ساكن بالداون تاون. يس. الايست مع فانيه اغلى من غيره. يعني هذا بشكل عام بالنسبه لاسعار. بالنسبه للسيارات، هل في مجال يعرف وين السيارات الارخص واغلى؟ تحكي لنا زي الهوندا سيفيك اغلى من غيرها. لا ما صعب يعني، ممكن يسوي بحث على جوجل، ما يعني احنا هاي المعلومات ما في يعني ويب سايت يقول لك لا ما في. طيب استاذ محمد، انا طبعا بشكرك وبشكر خدمتك لابناء الجاليه. انا بعرف انت كثير دائما بتحاول انك تجيب الاسعار الافضل، واذا لقيت اسعار افضل غير عند غيرك بتقول للناس، وانا من الناس اللي حكيت لهم روحوا عند فلان او جيوا عند فلان. شكرا يعني امانتك وصدقك في المعامله هذا اهم شيء بريح الكلاينت معك. يعني انت مش بس هانتنج فور كلاينت، لا انت بدك فائده هذا الكلاينت، وهذا بعطي مصداقيه. محمد العذره رقم تلفونه 613-890-2576 وايميله موجود على الشاشه اذا حابين تكتبوه او تعملوا سكرين شوت. محمد انا بدي اشكرك في النهايه، بدي اعطيك دقيقه اذا بتحب توجه اي كلمه للمشاهدين قبل ما ننهي الحلقه. شكرا جزيلا على الاستضافه، واي شخص حاب يتواصل معي for a second opinion انا ما عندي اي مشكله، واتس فري اوف تشارج طبعا. فاي شخص بحب يتواصل معي رقمي موجود على الشاشه زي ما تفضل الدكتور جمال، وان شاء الله يعني اني تكون عندي القدره اقدم افضل ما لدي لابناء الجاليه العربيه. وشكرا شكرا لك وبنشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا اليوم في الحلقه واللي سالوا اسئله، خاصه الاسئله المهمه. نراكم في حلقات ثانيه، وكل عام وانتم بخير، تصبحون على الف خير. يعطيك